هلا وزير الخارجية الفرنسي يعني يصف الواقع اللبناني كما هو، بالفعل لبنان هو على حافة الهاوية، وطبعا أوصل رسالة أخرى مفادها أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان ما لم يساعد لبنان نفسه. يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات. تعلم أن الذي يحصل في لبنان الآن من أزمة اقتصادية يعني عميقة سببها الأساسي هو الفساد المستمر. نحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية. قبل الإصلاحات أو بالتزامن مع الإصلاحات، نحن بحاجة إلى تحديد الخسائر وإلى من يدفع هذه الخسائر. الذين استفادوا من الفساد هم من يجب أن يدفعوا، طيب أستاذ يعني حسين، هم من ولكن يجب أن بعد يعوضوا. هذه التحذيرات، يعني هناك جمعية المصارف تضع خيار الانسحاب من المحادثات مع صندوق النقد الدولي كخيار وارد اليوم، يعني على الأرض كيف يبدو المشهد بعد أن وضعت جمعية المصارف هذا الخيار؟ في الواقع جمعية المصارف تتفاوض مع الحكومة وليس مع صندوق النقد الدولي. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة الآن حتى يتم تقديم طرح موحد لبناني موحد ولكن جمعية كيف المصارف يستخدم صرحت هذه بأنها من الممكن أن تنسحب حتى من هذه المحادثات. مفاوضات مع الحكومة. طبعا المصارف لا تريد أن تدفع حصتها من الخسائر التي يعني هي رقمت أرباح على مدى 30 سنة الماضية من خلال الفوائد العالية التي يعني أعطاها إياها مصرف لبنان، الذي للمفارقة هو يقف إلى جانب المصارف الآن، علما أنه يعني جهة تمثل أو جهة مملوكة للشعب اللبناني الذي يفترض أن يكون في صف الحكومة وليس في صف المصارف. المصارف حققت أرباح هائلة خلال السنوات الـ30 الماضية، هذه هي جزء من أزمة لبنان ومن يعني ما يسمى الخسائر التي منع لبنان. أين ذهبت هذه الأموال؟ هذه الأموال ذهبت كتوزيعات أرباح إلى ملاك المصارف الذين هم أنفسهم إما نافذين وإما لهم علاقة بنافذين واليوم يعني يهددون بالانسحاب من سياسيين هذه وإما لهم علاقة المحادثات أستاذ بالسياسيين. حسين، واليوم يهددون بالانسحاب من هذه المحادثات أو يضعون هذا الخيار كخيار وارد، ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة اللبنانية في حال تطبيق خيار الانسحاب من المحادثات من قبل جمعية المصارف؟ لا، من الأصل أصلا الحكومة اللبنانية يجب أن لا تتفاوض مع المصارف، والتفاوض مع المصارف يعني يأتي في سياق مسايرة أصحاب النفوذ. الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني يجب أن يفرضا قوانين والمصارف تطبق هذه القوانين. الآن مثلا المصارف تقوم يعني بإعطاء أو بالامتناع عن إعطاء المودعين ولائهم بدون قانون صادر في مجلس النواب. تمتنع، تعطيهم الدولار على مدى طويل، ليس الدولار، تعطيهم الليره اللبنانيه على مدى طويل اذا كان لهم حسابات بالدولار ويحسبون لهم الدولار ب 3500 ليره او 800 ليره، بينما سعره في السوق 8000 ليره، يعني اقل من نصف قيمه اموالهم، وهذا من دون قانون. يعني واضح ان المصارف نافذه جدا في النظام اللبناني. ولها يعني لها من يدافع عنها وعلى رأسهم يعني الحل الدولة. يكمن في حل فإذا عقدة جمعية المصارف نحن أستاذ حسين. بحاجة إليه هو أن نعم الحل يكمن في حل هذه العقدة من قبل جمعية المصارف بين الحكومة وجمعية المصارف. يجب على الحكومة أن الحكومة وبس أن يضعوا قوانين تنفذها المصارف ليس وفق رغبتها، يعني تنفذ المصارف بشكل الزامي، وضحت يعني الفكره. اعطوا المودعين كذا، اجتبوا كذا من الدين العام، هذه يجب ان توضع ضمن قوانين. هكذا يجب ان يكون القرار سيادي بيد يعني شهدت يجب ان يكون القرار سيادي بيد الحكومه، قرار سيادي بحت. الصحفي حسين ابراهيم، انا اشكرك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات والتفاصيل، كنت معنا مباشره من بيروت.